راك تكلمني كذي، انا عربي، كلمني عربي عادي. عربي؟ كيف عربي؟ عندك هذه الاشياء وهذه الاشياء. عجبتني صراحة، شكلك هكذا جديد. صراحة بيني وبينك يعني انا قد مليت من هذا اللبس. ايش رايك يعني تعلمني تخليني هكذا مثلك وفعل هذه الحركات وهذه الحركات؟ اوكي برو عادي، شو المشكلة؟ انا بخليك تغير كل شيء، حتى كلامك ولبسك وجوتيك. والله يا سلام، يعني حاجة جميلة. ايش رايك يعني تجي عندنا المجلس وتعلمني انا واصحابي نغير لبسنا وكلامنا وكل شيء؟ كم رقمك؟ كم؟ اوكي نو بروبلم 050. كلمني عربي عربي عاد، انا جديد عندكم. 050 755. حياك الله قرب، هذا اللي قلت لكم عليه النار. حياك يا مريم. حي تفضل. اهلا وسهلا. استريح استريح. ايش فيه؟ هو هذا المدبر اللي قلت لك عليه. واو ما شاء الله، بيتكم وايد كلاسيك. كلاسيك؟ كلاسي هو. لا لا، اقصد ان بيتكم قديم. ها بيتنا قديم ما شاء الله. زين ما قلت لي يعني انت الملابس هذه والحركات والسلاسل اللي بذنك، من اللي ادالك الفكره هذه؟ ويعني علمنا. طبعا انا كنت ادرس في امريكا في نيويورك 5 سنين وتغيرت استويت شيء كول. يعني إذا الحين صرت أمريكا تغيرت بخمس سنين، أنا بغيرك بخمس دقائق عادي. إكسكيوز مي، شقلت؟ لا أقول، اشتيك تشرب شاهي. زين عندكم كافي دبل شوت with sprinkle on top؟ سبرينكلز؟ أيوة موجود. أنت فهمت إيش قال؟ أيوة اشتي ماء. ها تمام. سكبلة سكبلة، شكله عظامي أنا بدارك. شرب. باليمين الواحد يشرب. المهم ما علينا. اول شيء بعلمكم عشان تتغيرون وتستوون كول مثلي، لازم تاخذون سنيكرز. ايش يعني سنيكرز؟ هذا الحلاوه اللي يبيعوه في الدكان. جعاله. نو سنيكرز يعني شوز، يعني جوتي. يعني حيوش. يعني اول حاجه الحيوش. ايه يا اخي، شوف الاجانب يا اخي مرتبين. اول شيء بدأوا من تحت، الجواتي، السراويل، الفنايل. أخي ناس مرتبين ما شاء الله ما شاء الله. بعدين تأخذون الساعة. ما شاء الله، من وين اشتريت ساعتك هذه؟ خذيتها من أبليكيشن نون. وش هذا نون؟ هذا موقع موجود في الإمارات والسعودية، تطلب أي شيء ويبونه للبيت. يعني هذه دعاية صح؟ كم دفعوا لك؟ ما أدري والله، هذا حسابك يا أخي. أنا بس جاي أمثل إياك، كم عطوك؟ ها اللي يدوا لك بيس دعاية. كملوا الفيديو كملوا. المهم بعدين تشترون لبس كاجوال على مزاجك، واهم شيء واخر شيء كيف تتكلم. كيف يعني كيف تتكلم؟ سهل، بدل ما تقول حرف الراء تقول ار، نفس تويتر. اها سهل، يعني بدل ما تقول رجم تقول رجم، بدل ما تقول يعني يمرع تقول لا يمرع. يعني مثل رجال. ايوه بالضبط. حكول. لا تتفلسفش، ما في فيها راء ولا اي شيء. لا وحاول وانت تتكلم عربي تحط شي كلمات انجليزيه، يعني انا اليوم وايد استانست وياكم، ام سو هابي. اها يعني قد خربت الملابس، قلنا ما عليه عادي، نحن شتيك تغير الكلام حقنا وتدينا كلام ثاني. شوف انا عندي لك راي، ايش رايك اعلمك انا حاجه تكون حسينه لك؟ اتس اوكي ما عندي مشكله. هل عمانا يا سادك برحب. شوف ما شاء الله عليك، يعني صرت مريكة، هذه مريكة صرت 5 سنين، انا غيرتك بخمس دقايق، خليتك يمني ايش مشحوط. ما قصرت انا في ذلك. يلا مع السلامة، خدمات اوامر. ما شاء الله قد يتكلم يمني. ماشي عليك يا اوامر، اتبع على نفسك. كسرت يده رجال مشحوط، وش فيك؟ كفو. علي تعال لحظة نشوف مشيته مشحوط ولا لا. لحظة يا ضوعة. أرباب تمارا وليت أرباب. Excuse me your money.
هذا مجنون هذا؟ لا حول الله يا لا حول الله. لا تفوكس لا تفوكس اصح اصكر هنا اصح وش بي خلاص ايوه كانك رايح وكانك راجع كذي ظهرت لورا ما اعرف المهم دبر نفسك السؤال علي ليش مبتسم كاميرا يلا قم مش دورك قم مش دورك التواير الأمامية والخلفية التعاسات ايوه صبر في السيارة ان طار الرمل عليه دقيقة منو كان يسوق الموتى؟ غسيل السيارة انا هني منو كان يسوق الموتى؟ الصوت والله انه يصلح السيارة يصلحها والله انها مش حلوة والله انها كسره وش هذا الهم؟ قد قلتها؟ ما ارجع مره ثانيه فوكس فوكس وش دخلني انا اصور رجال هلا احلى نون هذه الحلقة برعاية نون ها يعني ابشركم معي خصم بنون يعني يوم تشتري اكتب 3M ناجي ويفعلوا لك خصم 15% ولا تنسوا تفعلوا لي سكراب انا بدالكم يلا مع السلامة